اي اطفال في الدنيا، مش اطفال انا بقول اطفال لغايه كبار، ما انا جاي لك اهو في الكلام. اي اطفال في الدنيا الاندر عامه ماشي، الحياه بالنسبه لهم شقاوه، مش ده الطبيعي بتاع عمرهم؟ صحيح. اديني طاقه في حته، اديني طاقه في حته، سيبني هتصرف انا. ما تتجاهلش نفسيه الطفل وانت بتخطط وانت بتنزل وانت بتروح وانت بتنتج، ما تتجاهلش نفسيه الطفل، عايز طول الوقت فكره الشقاوه ما تتجاهلهاش وتقول له لا لازم حاجات متربيه، طب ما هينفر منك طبعا ويروح للي فيها شقاوه وفيها حاجات روشانه. فانت وانت بتشتغل لو عايز كذا اديله بدايل. الفتره اللي كان بكار حاضر فيها كان حد قادر يحضر عندهم زيه؟ بس انت اللي اتاخرت، انت ما قدمتش، انت ما قدمتش تاني. دلوقتي العيال راحوا فين؟ تخيل، تخيل انت فين؟ فين في مصر، في مصر والعالم، والعالم فين بقى؟ الانمي بتاع اليابان. صحيح، اللي هو باكوجو وتاكوسكول مش عارف الحاجات دي. ماينكرافت بي بي بشده بشده العالم كله، لان بتاع مليانه شغل، مليانه اكشن، مليانه كاركترات، مليانه انفعالات، اللي هي الحاجات الشقاوه اللي بتشد العيال. ما انا مش هقعده محاضره للاستاذ فلان يتفرج عليه، هيتخنق، هيتخنق. مش لازم، ايوه يبقى لازم بديل، بديل فني، يعني ممكن اعمل بديل فني شقي، سسبنس وكل حاجه، بس يعني اعمل بديل فني شقي. اعمل انت، اعمل انت، طلع الطاقه دي استغلها منه وطلعها، طلعها له حته، هي هتطلع، هتطلع هتطلع بيك غصب عنك، هتطلع لانها طاقه عيال وشباب. طلعها له في الحته اللي انت حابب يا سيدي تطلع فيها، اتفضل اعمل له مسارات تطلع فيها، ما تسيبوش لحاجات على نتفليكس ولا حاجات على، ما تسيبوش لو انت مش عايز، عايز اتفضل اعمل. صحيح، بديله بديل. طب دي وظيفه مين بقى الصبي اللي بيعمل؟ وظيفة مدارس، وظيفة إعلام، وظيفة تعليم، وظيفة الإعلام، وظيفة مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالطفل ونفسياته، دي وظيفة الناس المنتجين. وظيفة المنتجين، المنتجين. احنا عملنا، عملنا، خلي بالك من زيزي، عملنا صحيح، عملته صحيح، وشوف مدى تاثيره كان عامل ازاي في قطاعات ضخمه من البلد. صحيح، طب انا المنتجين ما بقوش يعملوا ده يا استاذ صبري علشان ما بيجيبش ارباح. مين ما هو اتعمى، انا لسه بديك اهو مثال بزيزي، نماذج اكتر من نموذج، مش نموذج واحد على مدار. اتفضلوا اللي عايز يعمل ايه اتفضل، لو بتسالوني عن السبيل، السبيل اهو مين بيعمل؟ مش انا، مش انا اللي بعمل، بس سبيل ايه؟ سبيل اهو انه كذا وكذا وكذا وكذا. هو المنتج ممكن يكون خايف يحط فلوسه في حته زي دي فمش هيجيب اقدر اقول له حاجه، يعمل اكشن فايده ما نجح اهو. لا هو انا التجارب اثبتت ان النوع ده بينجح اهو.